اليوم شرطية الصحة فرح العالمي متوجهة عند دكتور بناء سعدو، وهدف الزيارة هو الاطلاع على مراحل العلاج والحالات اللي يجب أنه نخضع فيها لتقويم الأسنان. أنا فرح العالمي شرطية الصحة، وجاي اليوم مع صديقتنا ماريسيل، عندها مشكلة بأسنانها وجايين لأخصائي التقويم ليحللها إياها. هلا، مرحبا دكتور. أهلا بك يا هلا. ماريسيل، دكتور بناء. تفضلوا. البداية هي طبعا الخضوع للفحص السريري وتقييم وضع الحالة. اللي عم بقدر شوفه هلا هون، قلعت اسنان كثير على بكير، فالعظم عندها داب والاسنان اللي حواليها مالت، صارت كثير مايله لقدام. الاسنان الفوقانيه عم تنزل لتحت، وضعها مش صعب بس بدها شغل منيح الحاله هي. هلا رح نبلش ناخذ لها القياس، بعدين بعد على الاشعه، المره الجايه بنركب لها ان شاء الله التقويم. خلال الزياره الاولى بيقوم طبيب تقويم الاسنان بتصوير فم المريضه، ومن ثم بيقوم بأخذ بصمات العضة اللي بتتحول بعدها إلى مجسم. بعد ما عملنا الصورة البانورامية لماريسيل وكشف الدكتور عن صحة عضتها، قرر إنها بدها تقويم أسنان عبر الأسلاك الرابطة للأسنان، بضل يعدلها لتتناسب مع الفك ومع العضة لتعطي الشكل المثالي الخارجي للأسنان. أهلا وسهلا. يا هلا هلا، أهلا وسهلا فيكم. يا هلا. بعد الزيارة الأولى الاستشارية توجهنا مع فرح وماريسيل للبدء بالعلاج. دكتور بناء حضر الأسلاك الرابطة أو البريسز الملائمة، وما بقي إلا أنه يبدأ بعملية تركيب. الوضع عند ماريسيل أنه الأسنان العلوية الإطباق عندها شو عندها عضة مغلقة، فحأضطرها اليوم ركب لها بس الفك العلوي، لنرفع شوي الأسنان بعدين بركب لها الفك السفلي. عادة مرضى التقويم قبل ما نبلش دائما بننظف لهم اسنانهم مشان نشيل الطبقات الدهنيه الموجوده على الاسنان حتى يلزق البراكت عليها بشكل جيد. رح بلش هلا بالاطواق على الارحاق، اول شيء على الراس لانه امن واضمن. طبعا الاطواق حطينا فيهم ماده لاصقه اللي هي بتتصلب بالاشعه او بالضوء. من بعدها تبدا عمليه وضع الحاصرات او البريزز. بتم لصق الحاصرات أو البريزز على الأسنان بوضعية وعلو مدروس لكل سن، وبيتم تثبيت اللاصق من خلال ضوء الليزر. دكتور، هل تركيب التقويم ممكن يسبب عدم الارتياح للمريض؟ طبعا أكيد، شيء غريب بتم أول شيء، بعدين الأسلاك لما نركبها بتصير تطبق قوة على السن وتحركه. كم مرة لازم يجي المريض لعندك؟ كل شهر مرة للزيارة. بعد وضع الحاصرات بيجي وقت انتقاء المطاطات الرابطة اللي بتجمع بين البريسز مع الشريط الحديدي، أزرق، أخضر، أصفر، أبيض أو أحمر. Which color? Which one? I think the blue is nice. وهلأ بعد اختيار المطاطات بيجي وقت وصل كل الحاصرات ببعضها من خلال شريط حديدي وتثبيته بالمطاطات. Okay, everything's fine, right? Okay, هلأ خلصنا. هلا رح نول شيء نورجيها فيلم فيديو عن طريقة تنظيف الأسنان مشان تقدر تهتم بنظافتهم كويس، لأنه بالتقويم أهم شيء هو تنظيف الأسنان. هلا تاني موعد المريضة حيكون إذا كل شيء كان طبيعي ما صار أي مشاكل معها، حيكون إن شاء الله الشهر الجاي. Okay, if everything goes okay, next month I'll see you. Okay, welcome. شكرا لك. أهلا وسهلا فيكم، شرفتوا. يا هلا. أهلا وسهلا، شرفتوا. يا هلا. يعني